أثابك الله شيخ. السؤال الثاني، ما حكم إنارة الشموع في المناسبات؟ إذا كان هذا من باب التشبه والتقليد لا يجوز، أما إذا كان هذا لإضاءة الظلام فلا بأس بذلك عند الحاجة، إذا استعمل للحاجة لإضاءة الظلام فلا بأس، أما إن استعمل من باب التقليد أو من باب اعتقاد أن هذا فيه خير أو فيه فهذا لا يجوز. نعم.